المراحل الأخيرة من عملية الهدم. المرحلة الأخيرة من عملية الهدم. نتمنى من الله الناس يوقف في الحد هذا. كنشوفوا مجموعة من الآليات اللي دخلات في عملية الهدم. نتمنى من الله الفرج، نتمنى من الله الأمور تمشي، يعني يوقف هذا النزيف هذا، ونشوفوا الناس ترجع لهم الفرحة وترجع لهم البسمة، وتنطلق الأشغال من جديد إن شاء الله تعالى. النقطة اللي كنبغي نأكد عليها هو أن البني صحيح لواحد الدرجة اللي ما تصورش، صحيح لواحد الدرجة اللي ما تصورش. يعني من الجمعة، السبت، الحد، اثنين، ثلاث، الأربع، هاد الأيام كلها دازت هدم وشهادات، يعني كتأكد أنه البني صحيح لواحد الدرجة ما تصورش. نتمنى من الله ان هادشي كله يتعوض ان شاء الله، وتكون الامور مزيانه باذن الله، وترجع الفرحه للساكنه، ترجع الفرحه للساكنه اللي كتمني النفس انها تسلم الشقق ديالها في اقرب وقت. كنهضروا على واحد البروجي اللي في واحد المكان مميز بالقلب ديال مدينه التماره.